اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحه تكمل العربيه، معكم محلل التقنيه جزاف داريه. بهذه الجلسه التعليميه راح اكون عم بشرح لكم 7 سوينجز هاي او استراتيجيه ال 7 سوينجز هاي، كيف ممكن نستعملها ونستنتج منها على الرسوم البيانيه نقطه دخوله او مركز استثمار يكون خلينا نقول جولدن اوبورتيونيتي او مركز مثل ما بيقولوا ذهبي. شو يعني مركز ذهبي؟ عم بتكلم انا على الرسوم البيانيه، عندي 1000 نقطة دخول ممكن اختارها بجلسة تداول وحدي، ولكن مش كلها ممكن تكون مناسبة أو فورا نبتدي نجني أربح منها. بكل بساطة السيفن سوينجز هاي ممكن نستعملها أو نشهدها على الرسم البياني اللي نقدر ناخذ منها إشارة معينة وإشارة واضحة على إنه لازم نبتدي بمركز فورا يعطيني أرباح ونبتدي نجني أربح منه. بهذه الجلسة طبعا رح تكونوا خليني أقول عم تشهدوا على الرسوم البيانية اللي هي طبعا لايف، عم نعمل السيفن سوينجز هاي أو عم بشرح لكم عليها، يعني ممكن يكون عندي فرصة استثمار. الرسم البياني اللي رح أكون عم بشرح عليه هذه الاستراتيجية هو WTI أو النفط الخام. بكل بساطة إذا بنحط رسم بياني الأربع ساعات وبنشوف الارتفاع اللي سجله من مستويات ال 57 دولار لمستويات 73 دولار، بنشوف إنه الارتفاعات كانت تقريبا القمم اللي سجلتها هي 7 قمم. شو يعني؟ هذا بدل على بكل بساطة بيج ويف كوركتيف او بيج كوركتيف ويف اللي هي اي بي سي، او خليني اسميها 3 موجات ضخمه بتنتهي مع اليوت ويف او مع يعني باتجاه الصاعد او الهابط بالكاونت او بالعد العد الموجي تبع اليوت ويف او مؤشر اليوت ويف. بكل بساطه ويف اي كنت قلت لكم انه هي بتتضمن خليني اقول على 3 موجات، يعني اذا بدي ارتفع ويف اي بده يكون عم سجل 3 موجات اللي هي 1 2 3 بتعطيني بيج اي. بهيدي الحالة لنسجل بيج اي نحن بنكون ارتفعنا باول 3 موجات، تمام؟ هلا اذا بنرجع ننخفض نحن ببي قلنا ممكن نرجع ننخفض 3 موجات لنسجل ويف بي، وقلنا اذا بدنا نسجل ويف سي بدنا نرتفع 5 موجات 1 2 3 4 5. عظيم. فبهيدي الحالة بكون ارتفعت 3 موجات لبيج اي، رجعت انخفضت لسجلت بيج بي اللي هي بثلاث موجات مسرحيه ورجعت ارتفعت ب 1 2 3 4 5. عظيم. لكن بهيدي الحاله انا بكون سجلت هون ويف سي او بيج ويف سي، يعني عم بتكلم على موجات انا التصحيحيه خلينا نقول، ولو بالاتجاه الصاعد الموجه التصحيحيه لازم تتضمن 7 موجات ارتفاع اللي هي بتتضمن على خلينا نقول ثلاث موجات اساسيه اللي هن الاي بي سي، ولكن اذا انا بدي اعمل لهم كاونت لهيدي الموجات بعرف انه هالموجه رقم 1 كم، رقم 1 2 3 4 5 قمم، اوكي؟ ولكن كيف ممكن تنعد هون؟ بارتفاع ال5 قمم بنكون سجلنا خلينا نقول 5 موجات او 3 موجات تصحيح الاي بي سي، ولكن الكاونت بكل بساطه بيكون واضح عندي. خليني الغي الارقام اللي سجلتهم وفرجيكم، خلينا نقول كيف ممكن نكون سجلنا اي 1 2 3 4 5. اذا بدي اعد انا 7 موجات اللي هي بتكون بيج 1 2 3 4 5 6 7، اوكي؟ هيدي بتكون بيج ويف اي، هون رجعنا خفضنا ببي رجعنا 1 2 3 4 5 بيج ويف 7. هلا اذا بتلاحظوا انتم هون، عفوا هون غلطنا بالكاونت اللي هي لازم تكون بيج ويف اي، عند بيج ويف اي هي ويف 1، يعني هيدا ارتفاع موجه وحده. رح فرجيكم امثله على كل حال عليهم، ساعتها بكون عندي بيج ويف 1 2 3 4 5 6 و7. طيب هلا رح جرب لكم اياه، انا رح فرجيكم على الرسوم البيانيه على النفط على سبيل المثال كيف سجل عند النفط 5 موجات ارتفاع او اخر موجه رقم 5 ارتفاع، ولكن سجلها ب 7 سوينجز هاي. ال 7 سوينج هاي عم بتطلع انا هون على القمم اللي هي عندي قمه رقم 1 2 3 4 5 6 و7. فبهيدي الحاله بكون عندي انا هون 1 2 3 هيدي الكاونت 4 5 6 و7، 7 موجات ارتفاع بتعني على انه الترند قد انتهى. شو يعني الترند قد انتهى؟ يعني انهينا الموجه الصاعده من هذا القاع لهيدي القمه. عظيم. هلا نحن ابتدينا موجه انعكاسيه وابتدينا بالانخفاض على اسعار النفط، هلا عن جديد
الموجة التصحية اللي عم نقوم فيها او عم بقوم فيها سعر النفط ايضا عم بيسجلها بشكل 7 سوينز هاي. مش هناك انا اجتني خليني اقول الفكرة على انه اليوم بجلسة تعليمية اشرح لكم ال 7 سوينز هاي على اسعار النفط. بكل بساطة اللي عم نجرب نقوم فيها هلا نحن على رسم بين على 4 ساعات، كمان الموجة التصحية اللي عم نقوم فيها من وراء انخفاض حاد لاسعار النفط، من وراء ما نشهد او من وراء ما شاهدنا مستويات 72 ارتد سعر النفط لمستويات ال 64 دولار، عم نرجع نشهد خليني اقول ارتفاع ويف 1 2 3 4 5 6 و7. فبهيدي الحاله بكون عم بشهد ايضا 7 موجات ارتفاع، وال7 سوينجز هاي هون بكون انتهينا منهم لنبتدي موجه هبوط عن جديد. فبهيدي الحاله طبعا او الاسعار النفط هلا نتوقع بعد موجه هبوط، مثل ما قلت لكم انا على رسم بين الاسبوعي كنت اخذت اشاره سلبيه واخذت النمط الاحتوائي اللي هو عطاني خليني اقول اشاره سلبيه على انه اسعار النفط لازم ترجع تستهدف مستويات ال 61 61 90، ولكن بهذه الحاله طبعا ما بيمنع ان نبتدي موجه تصحيه الى الاعلى قبل ما نكفي اتجاه الهابط. والموجه التصحيه اجت بهذا الشكل اللي هو 7 سوينجز هاي، نتوقع ان يكون عندي خليني اقول اذا بدي اعمل تسميات، اذا بدكم التسميات لموجات اليوت بتكون بكل بساطه هي ويف اي اللي هي ارتفعنا فيها بالاول، هيدي بيج ويف اي، رجعنا انخفضنا تقريبا في بنطش 88% او 90% اللي هي طبعا تسمى بويف بي لانه الموجه كانت حاده وصححنا اكثر من 80% من ويف اي، ورجعنا هلا ويف سي اللي هي 1 2 3 4 و5 هيدي ويف سي. اوكي، فبهيدي الحاله قلت لكم الموجات اللي هي بتكون بشكل بيج اي بيج بي وبيج سي بتكون على شكل 7 سوينجز هاي تسمى، او الموجات التصحيه بتكون انتهت عند قمه رقم 7، وبنكون خليني اقول سجلنا هذه الموجات التصحيه لنبتدي بمركز او بجولدن اوبورتيونيتي اللي ممكن ندخل فيها على ندخل فيها على القمه ونبيع الهاي. على طول المستثمر اذا بتسالوه وين بتفضل انك انت تشتري الاسواق الماليه بقول لك انا بفضل اشتري القاع، وين بتفضل انك تبيع السلعه او العمله المعينه طبعا بقول لك او جوابه هو على القمه. ولكن لكن انتم عارفين انه من المستحيلات انه المستثمر او المتداول او المضارب بشكل يومي يقدر يشتري القاع ويبيع القمه، ولكن بهذه الحاله اذا تحال عنده استراتيجيه معينه مثل ال 7 سوينجز هاي بنكون احنا عم نسجل موجه ارتفاع، طبعا بحق له يدخل خط مقاومه على ال 7 سوينجز هاي. خط المقاومه اللي بيكون واضح خلينا نقول على الارتفاع او على 7 موجات ارتفاع بيكون واضح انه عندي خط مقاومه بيمثل خط خلينا نقول جبار وقوي جدا، وممكن انه طبعا يخترقه بشكل بسيط قبل ما نكفي اتجاه الهابط على المدى الطويل. اذا نرجع على الرسم بين الاربع ساعات للنفط بتلاحظوا ايضا كمان هون كان عندي 7 سوينجز هاي وعندي خط مقاومه واضح جدا، ومن وراه رجعنا شهدنا خلينا نقول على انخفاض حاد. بهذه الحاله ممكن يكون انتهينا موجه ارتفاع او موجه تصحيح على اسعار النفط، ممكن تسمى خلينا نقول بتراينجل للاشخاص اللي بدهم يسموها او بحبوا يشتغلوا او بفضلوا انه يشتغلوا على باترنز او انماط خلينا نقول ممكن بكل بساطه يسموها رايزنج ويدج. بالرايزنج ويدج او عم نتكلم نحن على مثلث ميل على ارتفاع، هذا المثلث ميل على ارتفاع اذا ما ندخل نحن طبعا على جوجل، اذا ندخل على جوجل ونعمل سيرش على الرايزنج ويدج باترن، رايزنج ويدج باترن اذا ندخل على الايمجز بتلاحظ انه عندي مثلثات ميله هلا على ارتفاع. المثلثات الميله على ارتفاع على طول الاختراق بيجي من ميله تحت، من ميله تحت يعني بكفئ الاتجاه الهابط، بتلاحظ انه الاسواق الماليه بتكون منخفضه بيرتفع بالرايزنج ويدج وبكفئ اتجاه هابط. بكل الرسوم البيانيه وبكل الايمجز او الصور اللي بينوا عندي على جوجل بتعرفوا انه الاختراق طبعا كان من ميله تحت او الاتجاه الهابط. على طول الرايزنج ويدج بيلي طبعا اتجاه هابط، والعكس صحيح الفولينج ويدج بنرجع نفكر باتجاه صاعد. فبهيدي الحاله بشكل او اخر اذا انا ما بدي افكر بالسفن سوينجز هاي، واذا ما بدي افكر بنمط موجات اليوت، ولا بدي افكر باستراتيجيه موجات اليوت، بكل بساطه بدي افكر بالانماط او بالباترنز اللي عم يتداول فيها السوق. اذا بدي افكر انا بخطوط دعم ومقاومه على شكل مثلث ميل على ارتفاع، هذا بدل على انه رايزنج ويدج باترن او هذا المثلث ميل على ارتفاع نتوقع موجه هابط
رابطه من وراه. فبهذه الحاله طبعا لناخد تاكيد المستثمر اللي بفضل ان يتداول بشكل امن او سيف اون ذا سيف سايد لازم ينتظر اختراق خلينا نقول مستويات القاع او خط الدعم اللي هو هون بهذه الحاله اسعار النفط مستويات تقريبا ال 66 13 او 66 10. بهذه الحاله اذا في حال تم اختراق خط الدعم نتوقع انه السيناريو ابتدى او الاكتيفيشن ليفل طبعا بدات عندي. فبهيدي الحاله اذا انتظرنا اختراق لخط الدعم وخلينا نقول اخذنا مركز بيع بكون اخذت جولدن اوبورتيونيتي، بكون اخذت خلينا نقول انا مركز ذهبي على انه مشيت مع الترند او مع الاتجاه اللي واضح انه لازم يمشي فيه السلعه او العمله المعينه. ولكن اذا انا في وسط المرحله الافقيه دخلت بمركز شراء اما بيع بوسط المرحله الافقيه طبعا راح تكون خطر علي وعلى المركز وما بكون استثمار واضح خلينا نقول او بدل على انه المستثمر او المضارب دخل بالاتجاه الصحيح للعمله او السلعه المعينه. طبعا بهيدي الحاله انا بنتظر خلينا نقول اختراق وتاكيد لنبتدئ بالسيناريو. استاذ سامر هلو، إلينا هلو، استاذ خالد اليوريو اس دي، رح نقوم بتحليل اليوريو اس دي مع انه هيدي جلسه تعليميه وليست خلينا نقول جلسه مباشره ل او تغطيات مباشره للعملات الرئيسيه والسلع. الجلسه الصباحيه عاده بتكون على التحليل، ولكن رح نبتدي او رح نشوف اليورو دولار زوج اليورو دولار من وراء الموف اللي صارت الضخمه اللي هي قرار الاي سي بي بريزيدنت على انه ممكن يرفعوا الفوائد او لا في اوروبا. فبهيدي الحاله طبعا كنا انهينا ارتفاع، نحن عم رح نتكلم بالتحاليل التقنيه رح نتكلم بارتفاع 5 موجات. خليني اقول اللي عم نجرب نشوفه او نشهده على زوج اليورو دولار هو 3 موجات تصحيحيه، ومن الواضح على انه نحن ارتفاعنا من هذه المستويات هون كانت 1 2 3 4 5 وانهينا، هلا انخفضنا ب A ارتفعنا ب B وعم نخفض بيج ويف سي. هلا وين ممكن تنتهي بغض النظر عن موجات اليوت، بغض النظر خلينا نقول عن التحاليل، بدي ادخل فيبوناتشي من القاع للكمي. اوكي انا بالنسبه لي هون الكمي الرئيسيه اللي هي لازم ادخل فيبوناتشي عليها هي هذه الكمي وليست هذه الكمي لانه هذه فولس بريك اوت. بكل بساطه مستويات ال 50% بعد ما تلامس معها، مستويات ال 116 35 انا برايي هي كحد اقصى ممكن يستهدفها زوج اليورو دولار. عادة لازم أعطي أنا شوي مجال أكتر لحالي، لازم أعطي مجال أكتر لمستويات 76.4% اللي هي مستويات مهمة جدا لأسعار اليورو دولار أو لسعر أو لفيبوناتشي بشكل عام، فيبوناتشي ريتريسمنت. وأنما أنا بعدني بصر على أنه لازم نرجع نشهد ارتفاع لزوج اليورو دولار من هذه المستويات ونرجع نستهدف مستوى 120 أو 121 على المدى القصير. ولكن طبعا بهذا خلينا نقول الكاندل أو الشمعة الحادة التابعة لفريق الدبب طبعا بتخلي المستثمرين يصيبوا يعني they panic او طبعا يعني بيشهدوا خلينا نقول هذا الانخفاض لحاد وبصير عندهم ذعر فبيخرجوا من مراكزهم الشراء وطبعا السوق ممكن يرجع يلتف ويرتد الى الاعلى. فبهيدي الحاله مع خلينا نقول ملامسه السعر او اليورو دولار لمستويات ال 61% او مستويات ال 76.4% اتوقع انه نرجع نحصل على اشاره انعكاسيه ونبتدي او نكون تهينا خلينا نقول بثلاث موجات تصحيحي اللي هي خلينا نقول ممكن تكون عندي هون اي بيج اي بيج بي وبيج سي على المدى الطويل، او خلينا نقول موجه رقم 1 موجه رقم 2 وموجه رقم 3. فبالنسبه لي طبعا الارتفاع بعد ما انتهى اللي بده يتكلم او بده يتكلم باستثمار ايجابي او بسيناريو صاعد على اليورو دولار بتمنى من انه يعرض وقف خساره طبعا تحت مستويات 88.2% اللي هي بتكون قرب مستويات 115-20. وطبعا بتمنى لكم التوفيق بالتداول وبمراكزكم اللي دخلتوا فيها. انا بالنسبه لي كانت خلصت جلسه تعليميه 7 سوينز هاي اللي هي كنت اتكلم عنها، هي على طول ممكن تكون بخلينا نقول سيناريو يا اما تصحيحي يا اما سيناريو اندفاعي اللي هي عاده بتكون بموجه رقم 5 او بموجه رقم 4. فبالنسبه لي طبعا 7 سوينز هاي هي استراتيجيه جيده جدا ممكن نستعملها وتوقعوا هلا خلينا نقول اشاره انعكاسيه على اسعار النفط لنرجع ننخفض بموجه هبوط جديده لنستهدف مستويات ال 61 دولار على اسعار النفط على المدى الطويل. وانا طبعا وقف الخساره بتكون تعرفوا تحددوه اللي هو لازم يكون فوق مستويات 68 دولار لسعر برميل النفط او اخر قمه ايضا انخفضنا منها. بتمنى لكم التوفيق، كان معكم محلل تكنولوجيا زف ظهري من شركه تكمل، بشوفكم بجلسه صباحيه غدا ان شاء الله، الى اللقاء.